بسم الله الرحمن الرحيم. يتخوف البعض في هذه الأيام من مويجة الإلحاد التي بدأت أقلامها تنفث سمومها، والإلحاد في حقيقته مرض وليس ولا يصنف على أنه فكر، والملحد مريض وليس مفكرا ولا يصنف في زمرة المفكرين. الملحد مريض، إنكار الحقيقة الكبرى في حياة البشر، بل في حياة البشرية جمعاء، منذ أن خلقها الله تعالى وأوجدها على الأرض، إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، القضية التي آمن بها فراعنة الشرك أبو جهل وأبو لهب وغيرهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإنكار وجود إله هذه علة نفسية في حقيقة الواقع، التخوف منها لا داعي له. وإن تمنطق أو تفلسف هؤلاء وظهروا أنهم يحاربون الدين بلسان المنطق والعقل والعلم وما شابه ذلك، فإن الفلسفة والمنطق هو علم المسلمين، المسلمون تضلعوا فيه وتبقروا وتبحروا. عندنا في القرن الخامس مثلا العلامة أبو يعقوب الورجلاني وأبو عمار عبد الكافي، ثم بعد ذلك جاء بعضهم العلام بعدهم العلامة الثميني وقطب الأئمة والإمام الرازي والإمام الآملي التفتازاني والغزالي. هؤلاء إما تبقروا وتبحروا في المنطق وفي الفلسفة، بل إن مادة المنطق أو مادة الفلسفة مادة عدها العلماء ضرورية للعالم المجتهد، الفقيه المجتهد ينبغي أن يكون مدركا وملما بهذا الباب. ولذلك تجد هذه المادة حاضرة في علم أصول الفقه عند المسلمين، مادة حاضرة حضورا قويا، وإن كان بعض العلماء لا يراها ضرورية للأصولي ولا للمجتهد، لكن تجد من قرأ كتب أصول الفقه يجد أن هذه المادة حاضرة وبقوة. فإذا هذا العلم ليس غريبا، تبحر فيها أئمة المسلمين، بل الإسلام دين يعنى بكل العلوم، وهذا دليل قوته ودليل عظمته، أنه لا يتهرب من المعارف ولا يتهرب من العلوم، بل يدعو أتباعه لتعلم كل علم، كما يقول أبو العتاهية: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. فيقول الشيخ المسلم رحمه الله: ولا تقولن علم ليس ينفعني، بكل علم يعيش العبد منتفعا. فكل العلوم دعا إليها الإسلام، ودعا إليها الله، ودعا إليها رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعا إليها أئمة الإسلام سلفا وخلفا، دعوا إلى هذه العلوم فتضلع فيها المسلمون. وهذا علم المنطق والفلسفة من العلوم التي تفنن فيها المسلمون وكتبوا وألفوا فيها وبرعوا وأبدعوا. فإذا يعني لا يتخوف مسلم واثق من دينه من المتمنطقة والمتفلسفة من دعاة وأدعياء الإلحاد، فإن هؤلاء لا يحركون من حقائق الإسلام شعرا أبدا. الدين دين الله تعالى نور، سماه الله تعالى نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والنور كما يقول أستاذ الأديب سعيد اليعربي، يقول: والنور لا يخفى ولا يتوارى، النور لا يخفى ولا يتوارى. فليكن المرء واثقا من دينه، واثقا لا تهزه الهزاهز. ولتعلم أن المراء والجدل عند خصوم الإسلام قديم جدا، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. يوحي إليه الشيطان شبهات وتشويشات الضعيف الذي لا أفق عنده ولا علم ولا إدراك ولا معرفة عنده، ينطرح مباشرة وينساق وراء هذه الإيحاءات والتشويشات. المشركون جاءهم الشيطان بفكرة، قال: يحل ما قتل الله، يحرم ما قتل الله ويحل ما قتلتم، يعني في المتردية
الميتة التي ماتت حتف أنفها. يقول الإسلام يقول بأن الميتة حتف أنفها حرام لا يجوز، وتحل المذكاة المذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية. فقال المشركون، وهذه شبهة ألقاها في أذهانهم، قال المشركون: أيحرم ما قتل الله ويحل ما قتلتم؟ شبهة، الضعيف قد يتساقط ويتهاوى أمامها، لكن الثابت الشامخ إن كان قال الله فقد صدق. أو كالصديق رضوان الله عليه لما حدث عن الإسراء المتمعقلة من الجاهليين، قالوا يسرى به في جزء ليلة من الحجاز إلى الشام ويعود، هذا أمر لا يمكن أن يكون. وما كان من الصديق رضوان الله عليه إلا أن قال هذه مسألة، بما إذا كان رسول الله قد قالها فقد صدق، انتهى. إن كان قال فقد صدق، وبهذا جاز المراحل والدرجات أبو بكر الصديق رضوان الله عليه. العلماء لم يزالوا عبر العصور ترد عليهم بعض الإشكالات، حتى ما يرونه ويجدونه في الآثار. الآن الذين ينقدون التراث، ينقلون التراث، نقل التراث هذه ليست جديدة ولا حادثة، نقل التراث أمر كان قديما موجودا عند العلماء سلفا وخلفا، لكن كانوا يتهمون عقولهم عند المشكلات. يتهم، يقول شيخنا نور الدين رحمه الله: نتهم العقول فيما أشكلا، ونعرف الفضل لأرباب العلا. الأمر المشكل يتهم عقله فيه ابتداء، لا يتهم التراث أن لم يبلغ مبلغ ذلك العالم في العلم وسعته، يتهم عقله القاصر الحاسر، لأن ذاك العالم عقله متدرع متسلح بجملة من العلوم تعتبر عدة، هذه عدة الفقيه التي تمكنه وتؤهله من تفكيك النصوص، بإمكانه من خلالها أن يستنبط علما وفقها لا يدركه سواه، متخصص وليس مثقفا، هذا متخصص في هذا الباب وليس مثقفا فيه. العملية الجراحية لا يقيمها المثقف، لا يمكن أن يقوم بها مثقف جراحة، وإنما يقوم بها متخصص. واحد مثقف في علم الجراحة لا إطلاقا لا يجوز أن يسند إليه القيام بعملية جراحية، وإنما يقوم بها مختص في هذا الباب. كذلك العلم الشرعي له مختصون، ولا يمكن أن يعترض على المختص مثقف في الباب هذا وفي العلم هذا. فثقوا تماما واطمئنوا أن هذا العلم تعاقبت عليه عقول ضخمة جدا، عقول ضخمة لم تزدد بالتفنن في العلوم والتضلع في مختلف المعارف إلا تمكنا ورسوخا في هذا الدين وفي هذا النور والهدى الذي أوحى الله تبارك وتعالى به إلى خلقه وأنزله إليهم. فلا داعي للتخوف إطلاقا، فليثق المسلم بدينه وما يجده من إشكالات، كما قلت يتهم عقله فيه، يتهم عقله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يثبتنا بما ثبت به الذين آمنوا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.